احتمال ان هادشي كله خصنا ندونوا يكون عندنا، لان عندنا مفعول الاخوان الوزاره باش يعطيونا لهاد القصيره ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطير المقبله. لازمه لان هادشي كله خصنا ندونوا يكون عندنا، لان عندنا مفعول الاخوان الوزاره باش يعطيونا لهاد القصيره ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطير المقبله. وشكرا جزيلا للاخوان. دابا التقنية أو من ناحية التعميرية اليوم نناقشوها، وغادي نوضعوا هذا الشيء كله في واحد الخانة ديال أن كل تدخل يكون على حيلة. حنا اليوم جينا نسمعوكم، جينا نتعاونوا معكم، وإن أنتم الله يعطيك الخير إلا كان بإمكان أي واحد غادي يديك التدخل ديالو أو غادي يعطي شي ملاحظة أو اقتراح، يعطي الاسم العائلي ديالو واسم الدوار اللي كيطن به والمكان ديال فين غادي يكون، يعني واخا ما يكونش في الدور غادي يبني، يمكن يبني في المركز أو خارج المركز، يعطينا جميع المعطيات اللازمة لان هادشي كله خصنا ندونوا ويكون عندنا، لان نرفعوا للاخوان الوزاره باش يعطيونا لهاد الاقتراحات ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطير المقبله. ويتدخل حنا ندونوا ويمشي للقافله تما الاخوان تما اخصائيين في المجال على حسب التدخل ديال كل واحد. انا غادي ندخلوا للقافله وغايشوفوا مع الملف والاشكاليه وحنا غادي ندونوا مع تما. الرويف أخذ الرويف بالعربي سميته جبيلو ياش؟ جبيلو جبيلو ياش؟ حومة الرويف الساحل. الرويف لا الأستاذ محمد أحمد بالعربي قريم دا واخا نبداو بهذا السيد الرئيس بعدا المجموعة ولا حنا باش نبداو المجموعة عندنا مجموعة في المجموعة كلشي واحد جوج عيالات. لا لا